رجل رهن علينا مزرعة بمبلغ معين وأنا أقوم بحراستها وأدفع له الثلث في المحصول مقابل ملكه وثلثين لي مقابل حراسة الأرض والمبلغ الذي رجل رهن علي مزرعة بمبلغ معين وأنا أقوم بحرسها وأدفع له الثلث من المحصول مقابل ملكه وثلثين لي مقابل حراسة الأرض والمبلغ الذي مع الراهن ما حكمه؟ هل هو في الربا من الربا أم غير الربا؟ إذا رهن عليك الأرض اللي فيها الزراعة فيما له عليك من الدين وأخذتها بما يأخذ الناس بالثلث أو بالربع مثل الناس ما زدت له من أجل الدين فلا بأس، أما إذا زدت له الناس يأخذون بالربع وأنت أعطيتها الثلث من أجل الدين ما يجوز، لأن هذا مقابل زيادة على القضاء فيشبه القرض بالزيادة. أما إذا أخذتها من جنس ما يأخذها الناس هذه المزرعة بالثلث بالربع بالخمس لا ما زدته على ذلك شيئا فلا بأس، وإلا فلا يجوز لأنه من باب الزيادة لأجل يمهلك في هذا الدين. نعم. الأسئلة كثيرة يا عليك، وفق الله جميعا.